بعد تأجيل محادثات جنيف إلى الجمعة، المعارضة تجتمع بالسعودية لتحديد موقفها، والمبعوث الأممي يبدأ في إرسال الدعوات للمشاركين. الحكومة اليمنية تؤكد أن تعز ستشهد تحولاً نوعياً في سير المعارك خلال أيام، ورئيس الوزراء يعود إلى عدن لاستئناف مهام حكومته. حزب الله صامت لأكثر من أسبوع بشأن الدعوة لانتخاب حليفه ميشيل عون لرئاسة لبنان، رغم مطالبته به رئيساً لأكثر من عام ونصف العام. تخفيض حظر التجول في تونس ساعتين، والأمن التونسي يشارك في الاحتجاجات للمطالبة بزيادة المرتبات. أوباما يعزز حملة كلينتون الانتخابية في السباق على الترشح لكرسي الرئاسة بإشادة استثنائية بحنكتها السياسية.